السلام عليكم متابعين الأعزاء. ما هي الفاكهة التي حرمها الله تعالى علينا وما زلنا نأكلها حتى اليوم؟ الكثيرون من المسلمين يأكلونها باستمرار ويحبون طعمها، ولكن الله حذرنا من المعاصي التي تأتي إلينا من أكل هذه الفاكهة. فالغيبة هي الفاكهة التي حرمها الله تعالى في كتابه الكريم، ووصف آكلها بأبشع صفة، ونهانا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أكلها، ونعتها الحسن البصري رحمه الله بفاكهة النساء، وما أحسبها تقتصر على النساء فقط، فقد أصبحت فاكهة للكل، رجالا كانوا أم نساء. فهل آن الأوان أن نحرم على أنفسنا هذه الفاكهة؟ قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وعدها كثير من العلماء من الكبائر، وقد شبه الله تعالى المغتاب بآكل لحم أخيه ميتا، فينال صاحبها بالفضيحة في الدنيا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فلا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فالغيبة لها عذاب كبير في القبر. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة. فاعتبر الناس أن الغيبة هي الفاكهة ليتسلوا بها ويخوضوا في أعراض الناس، بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى ورسوله قد حذرانا منها ونهيانا عنها، فسوف يذوق فاعلها أشد العذاب يوم القيامة. فرجاء أخي في الله، أمسك عليك لسانك، فابدأ بتقوى الله عز وجل والاستحياء منه، وتذكر عيوبك وانشغل بها، وأن تكون حذرا من أن يبتليك الله بما تعيب به المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.